اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. الحقيقه النهارده هيكون ليا كلام كتير عن التحكيم، ولكن النهارده مش هيكون على كابتن محمد عادل، لان كابتن محمد عادل اللي هيطاقم الحكام في مباراه الاهلي والاسماعيلي، ولا كان من وجهه نظري الشخصيه، من وجهه نظر البيت الكبير، كان طاقم تحكيم جيد. لكن انا عندي كواليس كتيره جدا وما اقدرش اسكت عنها الحقيقه، يعني مش بس عشان النادي الاهلي، ولكن انا دايما لما باجي اتكلم خلال هذه الفتره بتكلم عشان صالح حاجتين، عشان صالح بلدي وعشان صالح نادي. فعشان صالح كرة القدم المصرية عايز أقول لحضراتكم أن هناك محاولات تطفيش وإفشال تجربة مارك كلاتنبرج بدأت بالفعل ومن الآن أو من أسبوع تقريبا. أيوة فندم، زي ما بقول لحضرتك كده بالظبط، وبقولها وأنا كسبان في أول ماتش، يعني ما عنديش مشكلة مع التحكيم يعني، لكن أنا بقول لحضرتك ليه؟ لأن أنا بجد بوادر جيدة فيما يخص التحكيم خلال الفترة القادمة، عشان أنا كلامي يا فندم ما بيبقاش بأي غرض غير مصلحة الكرة المصرية. هو النهاردة لما الناس كلها طلعت تتكلم عن التحكيم بشكل جيد، كلنا سقفنا وكلنا مبسوطين، وكل الناس مبسوطة بأدائها الأهلي وفوز الأهلي على الإسماعيلي. الحقيقة مباراة حلوة، ناس بتتكلم، ما حدش حس بكابتن محمد عادل، حاجة جامدة جدا. بس هدخل في الموضوع على طول. من امبارح بدأنا نسمع كده كلام من بعيد لبعيد في بعض وسائل الإعلام، ويمكن كان الكابتن شوبير هو اللي أول حد قال هذا الكلام، أن هناك محاولات للإطاحة بمارك كلاتنبرج، وأن كلاتنبرج مش عاجب مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم. طيب، لكن إحنا عندنا فريق عمل دور ورا الموضوع لحد ما وصلنا للمعلومات الآتية. بالفعل في كلام كتير وكل يوم تقريبا على كلاتنبرج داخل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، خصوصا لما سافر الأجازة اللي رجع منها امبارح دي. ثلاث أعضاء في الاتحاد ومعاهم الأستاذ جمال علام مش عاجبهم اللي بيحصل في لجنة الحكام الحالية. المفاجأة اللي هقولها لحضراتكم أنه لا توجد لجنة حكام أصلا، وأن عدم وجود لجنة للحكام هو سبب هذه الأزمة اللي بتحصل. المتحكم الأول والأخير واللي على طول بيتناقش مع كلاتنبرج وهو مصدر المعلومات بالنسبة له هو كابتن أحمد أبو العلا، أنا بقول بالاسم، وهو عضو اللجنة السابقة مع كابتن عصام عبد الفتاح. ولو نفتكر إحنا مع بعض من أول يوم ومن قبل كلاتنبرج ما يجي، قلت لحضراتكم هنا في البيت الكبير يا جماعة من فضلكم اعلنوا تشكيل لجنة الحكام، يجب أن يكون هناك لجنة جديدة 100% بمهام واضحة. لكن الواقع لحد دلوقتي إيه؟ إن مفيش لجنة، إن كابتن أحمد أبو العلا هو اللي بيدير مع كلاتنبرج. ثلاث أعضاء في مجلس إدارة الاتحاد بلغوا الأستاذ جمال علام استياءهم من طريقة إدارة لجنة الحكام اللي هي مش موجودة أصلا، والمناقشات دارت على مدار الأيام السابقة، واللي خلى الأستاذ جمال علام يطلب عقد جلسة غير معلنة بين قوسين غير معلنة مع كلاتنبرج في اتحاد كرة القدم النهاردة. هي غير معلنة طبعا، بس احنا عرفنا اللي بيحصل وعرفنا الكلام اللي بيتقال، زي ما كنا عارفين ان كلاتنبرج في أجازة خارج مصر وما كانتش معلنة أصلا، ولما اعلنها هنا في البيت الكبير اتحاد الكره بعت للصحفيين تاني يوم، اتحاد الكره بعت قال لهم كلاتنبرج وصل من الاجازه. طب ما قلتوش ان هو طلع اجازه ليه اساسا؟ المهم كواليس اكتر بقى، لجنه الحكام اللي بيديرها زي ما وضحنا المفروض ان هو كابتن، هو كلاتنبرج ومعاه كابتن احمد ابو العيله، المفروض مسؤول عن إدارة الفار وإدارة الحكام وإدارة تقييم الحكام والقسم الثاني. معقول كل ده بيديره شخص واحد؟ مش منطقي يعني. بس لأن ده حصل، مهازل حقيقية بتحصل خلال اليومين اللي فاتوا. أنا ما بقولش حاجة من غير ما يبقى عندي وقائع، بس هي عشان مش في الدوري الممتاز فلا يوجد تعقيب عليها أو محدش بياخد باله منها، عشان هي في الناشئين مثلا فهي ما حدش واخد باله منها، الناس مشغوله في بدايه الدوري وحلاوه بدايه الدوري وعداله تحكيميه من بدايه الدوري، انما في الناشئين وبطوله
بطولات الجمهوريه. تخيل حضرتك ان في اسبوع كامل، اسبوع كامل يعني حوالي 3 ماتشات كانوا بيتلعبوا في الساعه 3 الظهر مثلا، ال3 ماتشات دول نسيوا يكلموا طاقم الحكام بتاعتهم. الماتشات بدات متاخره ساعه وساعه ونص، عبل ما كلموا ايه اللي حصل؟ كلموا الاقرب، الحكم الاقرب. هو انت فين؟ الماتش مثلا في المقاولين العرب، هو انت فين؟ في مدينه نصر، طب روح على المقاولين العرب حكم الماتش ده. يا جماعه هقول لحضراتكم واقعه بالتفصيل. حكم بيدير مباراه لمنتخب مصر 2006 امام نادي النصر على ملاعب النادي الاهلي في فرع مدينه نصر. اللي حصل ده انا بقوله لحضراتكم حصل حدث بالفعل. يجي له تليفون والماتش شغال، يتبلغ انه لازم يطلع بعد الماتش ده من غير حتى ما غير هدومه بعرقه كده، يجري على ملعب الدفاع الجوي عشان يدير مباراه الاهلي وبيراميدز في بطوله الجمهوريه. هي الواقعه دي بس. تقريبا امبارح زي ما قلت لحضراتكم ماتشات دوري الجمهوريه لم يتم ابلاغ الحكام بيها من الاساس، لدرجه ان لجنه الحكام اتصلت زي ما قلت لكم اللي ساكن قريب، يعني الماتش هيتلعب في الدفاع الجوي، ففي مين اللي في التجمع او مين اللي في الحته القريبه دي يروح عشان ينقذ الموقف. ده اللي بيحصل، ده هيجي بعد كده حد يقول لي ما كلاتنبرج ده فاشل. لا والله يا جماعه، هو لم يفشل، ولا هو فاشل ولا هو ناجح، هو لسه ما اشتغلش اصلا. ويبدو ان المحاولات لن تتوقف لافشال هذا الرجل وافشال فكره وجود مدير فني اجنبي للجنه الحكام. انا بقول رسالتي الاعلاميه لصالح الكره المصريه، لانه السنه اللي فاتت واللي قبلها ادينا شفنا اللي بيحصل. على فكره ممكن يفشل، ممكن تحصل حاجات كتيره الفتره اللي جايه، ولكن انا بألقي الضوء امام حضراتكم وبقول لكم ايه اللي بيحصل عشان يبقى كل جمهور مصر وجمهور النادي الاهلي خاصه عارف وواعي للي بيدور في الكواليس. ونصيحتي لاصدقائي الاعزاء في الاتحاد المصري لكره القدم، انتوا عملتوا حاجه كويسه باستقدام خبير اجنبي كابتن حازم، المفروض توفروا له كل الظروف اللي تخليه يشتغل وشغله كمان يبان ويظهر لكل الناس، ونقول ان التحكيم بيتطور ومش هيشتغل لوحده. بالمناسبة هو بيشتغل معاه لجنة، ناس تقدر تساعد وتشارك في إدارة هذه المنظومة اللي هدفها التطوير وتحسين الأداء وظهور التحكيم المصري بمظهر مشرف.